معظم التعابين معظمها غير سام، إلا إن بعضها يوجد فيها سام، خصوصاً اللي على المصارف وعلى الترع، ده بيعتبر أبو السيور، ده غير سام. طب إيه هي البيئة الملائمة ليه؟ إن يكون في فئران في هذه القرية بكثافة عالية، الطيور، العصافير، ده كله إذا البيئة صالحة لانتشار هذه التعابين تتواجد التعابين. أنا بطمن الناس إن مش كل التعابين سامة، أنت ما تهاجمش التعبان عشان ما يهاجمكش. أنا سمعت إن هم عملوا 1000 بيضة وأعتقد ما جابتش نتيجة، اللي حقنوها عشان تقضيها، حقنوها ومعرفش هم حقنوها بإيه برضو، ما قالوليش حقنوا بإيه، وأعتقد إن ما جابتش نتائج. ما جابتش نتائج، أنت الطريقة عرفتها صح، ولكن الأبليكيشن والتطبيق قد يكون خطأ. أنا ما يعني بعيد عن الموضوع إن أنا ما شفتش هم عملوا إيه بالظبط عشان ما أجزمش هو الطريقة كان صح ولا غلط، خاصة إنك أنت دلوقتي في الربيع وفي الصيف هو ده موسم توالد الثعابين. إيه هي الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الأمر بخلاف الطريقة اللي هو تم اتباعها ولم تحقق نتائج لغاية دلوقتي؟ ممكن تيجي في الهوف الحقول الزراعية، بنعمل إحنا حفرة بطول 2 متر في 2 متر بعمق نص متر، وبنجيب برسيم أو الذرة كذا رق من الخيش المبلول، ونسيبها 5-6 أيام ونلاحظ هل في تعابين. التعبان كله نشاطه بيبقى ليلي في وجود جو جميل ورطوبة عالية يعمل كده، دي مصيادة. بعد كده هو لما يتأكد بعد 5-6 أيام إن فعلا ابتدت التعابين تنزل جوه، بيجيب كيروسين ويعمل حلقة كبيرة جدا من الجاز على حلقتين ثلاثة، بحيث إن النار تبقى على 30 سنتي سمكها، ويرش على الخيش الأخير لأنه هيكون نشف ويولع فيه. دي إحدى طرق التخلص، وإنك تنزل البيبوليشن بطريقة كبيرة جدا جدا جدا. أول ما الشمس بتطلع هو بيخش تحت الحتة الرطبة وتحت الحجارة وتحت الحاجات دي، ده البيئة والبيهيفير أو السلوك بتاع التعابين كده. بس أنا دلوقتي كواحد مثلا مسؤول عن الموضوع ده، مش هشوف التعابين بعيني؟ لا، هتشوف أثرها. الأثر هيبان؟ طبعا، أثر دخولها وخروجها. لا واضح. تيجي في البيوت، لا البيوت بقى بنعمل تراكنج باودر بمبيد كربميت، أي مبيد كربميت باودر، ونرش ونعمل ونحزم البيت علشان ما يفضلش يخش. لو أنا مثلا عندي عارف إن التعابين مثلا في الفدان بتاعي أو في الاتنين فدان، بنعمل نفق من الجير الحي بعمق بعرض 30 سنتي وعمق 30 سنتي، جير حي التعبان ما بيقدرش يمشي عليه.